بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله الطلاب الأعزاء. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق من دروس الجافا عن إيش؟ عن كيفية إدخال قيمة معينة وطباعتها، قيمة من نوع إنت وأيضا قيمة من نوع سترينج. إن شاء الله تعالى سوف نتطرق في هذا اليوم إلى درس مهم ومفيد من دروس الجافا، ألا وهو الأري، المصفوفات. تمام، المصفوفات، لاحظوا معي. طبعا المصفوفة تبدأ في البداية. طبعا هذه هي السكنر من أجل يعني عملية إدخال فقط، فنبقيها كما هي لأننا سنحتاجها في دروس آتية، لأننا سوف نأخذ أيضا كيفية إعلان المصفوفة والطلب من المستخدم إدخال قيم هذه المصفوفة وطباعتها. ففي البداية مثلا المصفوفة مثلا من نوع ماذا؟ string. طيب الآن هنا تبدأ تكتب array مثلا إيه، اسم المصفوفة إيش؟ إيه، حرف إيه. تمام، مثلا إيه يساوي إيش؟ إيه يساوي ومن ثم، لا عفوا، هنا لدينا string ومن ثم أفتح هذا العلامة المصفوفة، بعد ذلك أكتب اسم المصفوفة تساوي، ومن ثم أكتب قيم المصفوفة هنا. تمام، ومن ثم أكتب القيم حق المصفوفة هنا. لا أعلم هل الخط كبير بما فيه الكفاية أم لا، لحظة واحدة فقط بس أكبر الخط قليلا، 18 أجعله مثلا 19 هكذا. تمام، الآن هنا قمت بتعريف متغير مصفوفة اسمها ايه. طبعا المصفوفة هذه اسمها ايه، اقوم بكتابة مثلا هنا العناصر حق المصفوفة من نوع string، مثلا هنا صالح. تمام، هذا اول ايش، اول متغير في المصفوفة. طبعا المصفوفة هي عبارة عن ايش، لو جينا الى حقيقة الامر، هو انه عندما تكتب مثلا انت ايه، ايش هذا الكلام؟ على طول الكومبايلر او التنفيذ يبدأ يفتح لك مكان في الذاكرة، وليكن مثلا هذا المكان، انت على طول تعطي هذا المتغير، اذا اعطيته قيمة كأنك تقول له هذا المكان، لا اعلنت، يفتح لك مكان في الذاكرة واعطيته قيمة، بمثابة انك تقول هذا المكان خلي قيمته 8. لكن لو اسأل اي شخص اقول له هذا الرقم ايش هو، بيقول لك هذا رقم 8. لكن الكمبيوتر ما يفهم شيء بهذه الطريقة، الكمبيوتر لابد من ان يفهم عن طريق العناوين. فانت عندما كتبت ايه معناتها عنوان هذا المتغير الذي كتب في الذاكرة ايه. خلاص الآن انتهى الأمر، إذا احتجت هذه القيمة فقط تستدعي العنوان إيه فيجلب لك الكمبيوتر هذه القيمة. المصفوفة طبعا هي عبارة عن إيش؟ عن مكان واحد في الذاكرة، تمام، لديه اسم معين يحتوي على عدة عناصر، على عدة عناصر، يحتوي على عدة عناصر. تمام، طبعا المصفوفة تكلمنا أن الكمبيوتر لابد أن يفهم عن طريق عنوان. تمام، الآن لو أسألك أيها المشاهد هذا الحرف أيشو، تقدر تقول لي اس، هذا دي، هذا 3 الرقم، لكن الكمبيوتر لابد في البداية أن تكتب له عنوان. هذا العنوان طبعا إذا كان متغير واحد، لكن هنا المصفوفة الغرض منها إني يعني تحتوي على أكثر من متغير في نفس المكان في الذاكرة.
فهي قللت من حجم الكود، يعني هي مهمه جدا المصفوفات في اني تحتوي على عده متغيرات في مكان واحد، وهذا هو الغرض من استخدام الاري. يعني لديها اغراض كثيره، لكن هذا يعني ما اعلمه من هذه يعني من الغرض من المصفوفه. لكن انت كمبرمج المفترض انك تفهم كيفيه انشاء المصفوفه، فيما سياتي ستتعلم يعني او ستعرف او سيكون من السهل عليك التعامل مع اي مصفوفه كانت تكون من كانت في اي لغه من اي اللغات. تمام. في الان قلت له صالح، لحظه واحده، تكلمنا انه هنا لدي عنوان او اسم لهذا المنفذ الذي في الذاكره، لكن لدي عده قيم. كيف اوصل الى هذه القيم؟ قالوا بنعمل يعني للكمبيوتر بنقول له يعني اسم المكان الذي انفتح لي في الذاكره، وهنا اعطي اندكس. الاندكس هذا رقم يبدا من الصفر الى عدد عناصر المصفوفه. فمثلا هنا الثلاثه الاندكس حقها كم؟ صفر. تمام. هنا الاندكس حقها واحد. تمام. الجي هذا الاندكس حق الجي واحد. الاندكس حق الثلاثه هنا اثنين. تمام. لماذا هكذا؟ لان الاندكس يبدا هنا من الصفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا. فلاحظ معي الآن هنا كتبت صالح مثلا، هنا فاصلة، الآن أكتب ماذا؟ اسم علي. تمام. أيضا أكتب متغير ثالث وليكن محمد. تمام. الآن كيف سوف أصل للمتغيرات؟ إذا أردت أن أطبع صالح ايش بكتب له؟ بقوم بكتابة system dot out dot print. تمام. اسم المصفوفة ايه، ومن ثم اقول له اطبع لي الاندكس كم؟ صفر. سوف يطبع لي صالح. لاحظ معي الان اعمل run، ماذا كتب لي؟ صالح. هنا اريد print لين. تمام. الآن أقول له run file، لاحظ أنه طبع لي صالح. لكن لو قلت له اطبع لي إيه ماذا؟ الرقم واحد. لاحظ عندما أقول له run طبع لي ماذا؟ علي. ليه؟ لأن الرتبة حق علي هي أو الاندكس واحد. لو أردت طباعة محمد أقول له ماذا؟ أقول له اندكس اثنين. فأقوم وأقول له فيطبع لي ماذا؟ الاسم محمد. مفهوم. أيضا مثلا أريد أنا، لاحظوا دعونا نجرب حاجة واحدة، خلونا من كلام المصفوفات ما مصفوفة. الآن فهمنا كيفية طباعة كل اسم من هذه الأسامي، كيف في أين في هنا. تكلمنا كيف الوصول إلى صالح، كيف الوصول إلى علي، كيف الوصول إلى محمد. تمام. الآن مثلا أنا أريد for. تمام. لاحظوا int i تساوي صفر and i أصغر من الثلاثة and i زائد زائد. تمام. قبل هذا الفور لاحظ الآن مثلا هنا تكلمنا كيف الوصول إلى كل اسم من هذه الأسماء. مثلا عندي متغيرات كثيرة هنا، يعني عندي قيم كثيرة لا أعلمها أنا كم هي. أشتيني أعرف السايز حق المصفوفة حقي، فيكتفي أن أكتب اسم المصفوفة دوت إيش؟ لينكس دوت لينكس. الآن سوف يطبع لي كم عدد عناصر ماذا؟ المصفوفة خمسة. لاحظ الآن
سوف أقوم الحذف. لاحظ الآن بقول لها إيش؟ run file. طبع لي إيش؟ ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. لكن هو يبدأ هذا رتبة الصفر، هذا واحد، هذا إيش؟ اثنين. تمام. فالآن دعوني أريكم حاجة واحدة. نرجع إلى كلامنا. لاحظ معي هنا لو قلت له مثلا system.out.println ايش الاي مثلا، وقلت له اطبع لي الاي، تمام، لاحظ ايش بيطبع لك؟ صفر واحد اثنين. تمام، صفر واحد اثنين. طيب بستنتج من هذا الكلام، يعني تقدر، انا في البداية كيف كنت اطبع هنا؟ كنت اقول له اطبع لي المصفوفة مثلا واعطيه الرتبة هنا صفر او واحد او اثنين. طيب هذه الفور عن طريقها بقوم بطباعة جميع عناصر ماذا؟ المصفوفة الذي هنا. لاحظ معي الان باكتب له اسم المصفوفة، بعد ذلك افتح هذه الشرطة حق المصفوفة. الان اقول له ان الاي، احنا طبعنا ان الاي صفر واحد اثنين، تمام، صفر واحد اثنين. الان اكتب هنا اي، فسوف يطبع لي جميع عناصر المصفوفة. لاحظ انه طبع لي صالح، علي، محمد. بهذه الطريقة يتم طباعة جميع عناصر المصفوفة. لكن لو مثلا كانت هناك متغيرات قيم كثيرة داخل هذه المصفوفة، لاحظ معي جيدا، تمام. الآن أنا يعني من كثر مثلا المتغيرات هذه ليست كثيرة، لكن إذا كانت كثيرة جدا أنا ما أستطيع أني أعدها وأعطيه، يعني فقط أعطيه نقطة البداية. لكن الشرط هنا يعني الحجم المصفوفة أنا مش عارفه. لاحظ معي الآن لو أقول له اطبع لي أو نفذ، بيطلع لي خطأ، يعني ممكن يطلع لي، لحظة واحدة، رن، يعني ممكن يطلع لي فقط القيم الذي يعني صفر واحد اثنين، صفر واحد اثنين، تمام. لكن بقية العناصر لم يقوم بطباعتها أو بالمرور عليها عبر الفور. فالفور تمر على جميع ايش؟ بيانات المصفوفة. اشتيني يمر على جميع بيانات المصفوفة. انا قبل شوية قلت لكم انه اذا اشتيني اعرف كم حجم المصفوفة اكتب اسم المصفوفة دوت ايش؟ لينكس. حجم المصفوفة دوت لينكس. فالان لما انفذ لاحظ انه بيطبع لي جميع ايش؟ جميع بيانات المصفوفة. لاحظوا جيدا هنا بدأ طبع لي جميع بيانات ماذا؟ المصفوفة، لأنني أعطيته نقطة بداية الصفر وهي الأول إندكس من إندكس المصفوفة، وينتهي أو السايز أو الشرط أصغر من يعني عدد حجم المصفوفة إيه دوت لينكس. طيب هذا ما تكلمناه في اليوم إن شاء الله تعالى عن درس المصفوفة. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سوف نتكلم عن كيفية الطلب من المستخدم إدخال هذه القيم إلى المصفوفة ومن ثم طباعتها، كيفية إدخال القيم للمصفوفة عن طريق المستخدم ومن ثم يقوم بطباعتها، سواء كانت نوع المصفوفة string أو من نوع مثلا int، وكانت مثلا قيم معينة. طيب فسوف نأخذ كيفية طلب من المستخدم
إدخال قيم ماذا المصفوفة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهذا طبعا إذا كانت من نوع انتجر المصفوفة. لاحظوا، نكتفي في درس اليوم. إذا كان هناك سؤال فحطه في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.